مو على أساس تعطيهم ثلاث أيام؟ أه؟ سامح، معلش تطلع لبرا؟ لا، ماني طالع من هون. فيك تعمل معي شو ما بدك، بس ما رح أسمح لك تأذي هدول الناس أبداً، عم تفهم؟ تعال معي شوي. ثروت بيك، إذا بتحب منكمل اجتماعنا بعدين. لا لا، ما في داعي، شوي وراجع. بعد إيدك عني. طلع فيه. أنت بتعرف منيح ليش أنا خليتهم يطلعوا من بيتهم. بسبب تصرفاتك البشعة اللي عم بتساويها. ومن اليوم ورايح إذا بتضايقني بكلمة واحدة رح أعمل فيهم أكتر، عم تفهم؟ ليك سامح، والله العظيم بورجيك كيف بخرب لهم حياتهم. فوراً بتعطي خبر للحرس ما عاد يفوتوا سامح بيك. حاضر، على عيني يا بيك. العفو منكم. يلا استعجلوا شوي، يلا شباب رتبوا الأغراض منيح. خذ هيك كمان. ها بدر، قلي شو صار معك؟ قال لي هذا كله بسببي. قال لي كل ما وقفت بوشي أكتر كل ما رح أزيهم، وما فيني أعمل شي بنوب، مو طالع بإيدي شي. خلص روق. شلون بدي روق وإنتو بهالحالة؟ خلص منحلها روق. شباب أنا فيني ساعدكن بشي؟ لا ولا ما في داعي، نحن منرتبون. ها بابا لميس، خير؟ شوفي شو صاير. صاحب البيت الجديد طلعنا من البيت. كيف يعني؟ بابا يلا تعال ساعدنا شوي بالشغل. بالله شو انا عامل عملية، الدكتور مانعني شيل شي تقيل. لك على الاقل اسأل شو صاير معنا. ليش خير؟ شو اللي صاير؟ استنوا استنوا، ما تحكوا لي اي شي، ما راح اتحمل. انا راجع من الموت. بتقضوا دراما ودموع كل وقتكم، حاسس حالي بمسلسل. يلا انا رايح. اي طبيعي انك تعمل هيك، شفتي؟ عادي. اتركوا. يلا تعالوا كمان شغل. روق احمد انا بساعدك. ما في داعي. لميس تعالوا الشاي جاهز. يلا طيب يلا جايين. احمد شو احمد؟ يلا عصومي ليلاس. لميس شو مشان الاغراض؟ شو نعمل فيهم؟ خلص اتركهم هون، نطمن عليهم من الشباك. واغراض بدر ما منشوفها من الشباك. خلص انساهم احمد، انا ما بدي اياهم. كيف يعني؟ يعني أنا حكيت رفيقي من شوي رح بيع كل أغراضي، هلأ جاي ياخدهم، لا تاكل هم. يا الله يا ريت ما بعت الأغراض، شو رح تعمل هلأ؟ والله ما بعرف شو بدي أعمل، بس هلأ خليني أمن عليكم وبعدين بحلها. طيب يلا خلينا نشرب الشاي. أمشي. ليك أحمد، إيه؟ أما لعائشة ما أجت لهلأ، يمكن كانت سكرانة مبارح، بجوز ما فائت. عن جد؟ يعني أما مثل أبي كمان. والله وأسوأ. بدي اياك تاخد عائشة وتوصلها على بيتها. اي تمام بوصلها. تمام يلا بدر. يلا تعال. يلا احمد اذا بدك روح انت، انا بقعد بدير بالي على الاغراض. ما في داعي، خلص مهجة، ما بدنا نعطلك، اكيد في حدا ناطرك هلا. اسمعني احمد، والله ما كان قصدي، يعني غلطت معك كتير وتصرفت بولدنا. ما بتكبري أحمد، معلش تسامحني. بس اسمعي لقلي، يلي فيني مكفيني، ما عاد اتحمل مشاكل ونكد أبدا. ها بوعدك إني ما عاد زعلك أبدا. ماشي. يمكنك الاشتراك في قناتنا لمشاهدة المزيد من مقاطع الفيديو وتشغيل الإخطارات لتكون أول من يشاهدها.